النظام السعودي هو المسؤول الأول عن نشر الإرهاب التكفيري الوهابي في أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان والأردن ومصر وليبيا ونيجيريا وجنوب شرق آسيا. مثلاً آل سعود على سبيل المثال هم أصدقائهم المقربون لا يتحدثون عنهم بكلمة واحدة، هذا نموذج. وكما تعلم فالغرب دعم السعودية مؤخراً لكي تكون في مجلس حقوق المرأة في الأمم المتحدة مثلاً، يعني أو في مجلس حقوق الإنسان. أنتم تعرفون أن السعودية لا يوجد لها دستور وليس لديها برلمان ولا اسم للبلاد، حتى اسم البلاد هو منسوب للعائلة الحاكمة. وهناك دول تنفذ ما يطلب منها، أما تلك الدول التي تعرفونها فهي لم تدخل العروبة ولم تدخلها لأنها لا تمتلك تراث ولا تقرأ التاريخ. إن نظاما يسفك الدماء في اليمن ويتحالف مع إسرائيل لقتل القضية الفلسطينية ويدفع بسخاء لشراء ذمة من يحميه ليس نظاما يستحق أن يسمح له مجلس الأمن بمخاطبته في معرض الحديث عن قضايا إنسانية وسياسية تتعلق ببلدان أخرى في هذا المجلس. إذا كانوا يعتقدون بأنهم بالمال يشترون بعض الجغرافيا هنا أو يستأجروا ويستوردوا بعض التاريخ من هناك، فنقول لهم بأن المال لا يصنع أمم ولا يخترع حضارات. يبقى العميل عميلاً فلا تصدقوا أن ذيل